كما اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع معالي السيدة سوسما سوراج وزيرة الدولة الخارجية بجمهورية الهند الصديقة. وقد تم خلال اللقاء التأكيد على عمق علاقات الصداقة بين البلدين والتعاون المشترك في مختلف المجالات، كما تم التأكيد على التنسيق المستمر بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية وفي مختلف المحافل، كما تم خلال الاجتماع تبادل الرأي حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.